طالع طالع من نياب المظلومين من نياب المظلومين صوتنا طالع في الشوارع صوتنا طالع في الشوارع يا رئيس المصريين يا رئيس المصريين صوت الحق طالع طالع صوت الحق طالع طالع من نياب المظلومين من نياب المظلومين صوتنا طالع في الشوارع صوتنا طالع في الشوارع يا رئيس المصريين يا رئيس المصريين انا عبد الكريم النجار متحدث باسم 138 معاون نيابة عامة. احنا صدر لنا قرار تعيين متوقف على توقيع السيد رئيس الجمهورية. احنا بنعمل وقفتنا دي الوقفة الرابعة على اساس ان احنا نناشد السيد رئيس الجمهورية بانه يوقع على قرار تعييننا. سبب عدم استكمال اجراءات تعييننا اشتراط مجلس القضاء الاعلى ضرورة حصول الوالدين على مؤهل عالي، والشرط ده مخالف للدستور والقانون ومخالف للثورتين ومخالف لمبادئ العدالة أساسا، ومش هينفع إن الشرط ده يكون موجود. طبعا في معانا النقابة المستقلة لهيئة النقل العام، وفي نقابات كتير يعني، بس احنا رفضنا يعني، اقتصرنا الوقفة فقط علينا احنا بس. بالفعل بنبعت جوابات مسجلة بعلم الوصول، وفي طلب مقابلة حاليا قدام مكتب السيد الرئيس. الرد مفيش رد حاليا إلى الآن يعني. رئيس الوزراء رفض المقابلة. رئيس الوزراء رفض المقابلة. حضرتك احنا دلوقتي احنا معينين بالفعل، وتوقف تعييننا على امضاء رئاسة الجمهورية بالفعل. احنا معينين بالفعل من مجلس القضاء الأعلى، والقرار صدر بإجماع المجلس. ولما تم تغيير القرار كان الكلام ده بعد مرور 6 شهور من القرار بالفعل، تم تحسين القرار بالفعل. النهارده احنا بنناقش رئاسة الجمهورية بامضاء القرار، لان القرار يتوقف على امضاء رئاسة الجمهورية فقط لا غير. احنا طالبين تعيين 138 موقفين او اوقف تعييننا بسبب حصول اهل الولدين على مؤهل عالي. قدمنا استغاثه للسيد رئيس الجمهوريه بصفته الفصل والحكم في الفصل بين السلطات. بنطالب مجلس القضاء الاعلى ان ينظر في قضيتنا، ان معانا قرار تعيين وسبب استبعادنا ان اشترطوا شرط جديد ان لازم حصول الوالدين على مؤهل عالي. بسبب شرط غير انساني اصلا يعني، بعيدا عن انه غير قانوني ومتمسكين من حقنا. احنا معانا تحريات اثبتنا عدم انتمائنا اي جهه سياسيه دينيه، ومش هنسيب حقنا. وبنطالب الرئيس بالتدخل وانصافنا بالذات يعني، اللي مش عاوزين نسكت بالذات يعني. قامت ثوره 25 يناير وقامت 30/6، واحنا متوقعش ده يحصل بعد كده يعني. بعد ثورتين مش متوقعين يحصل معانا كده. احنا ناس اوائل، كل معظم اللي واقفين دول اوائل حقوق وشرع وقانون، واحنا مش هنسكت الا ما يرجع حقنا ان شاء الله. طب هل القانون ده مستحدث يعني ولا هو متعارف؟ هو شرط حطه المستشار حامد عبد الله رئيس محكمه النقض الاسبق، اللي هو لازما كل نيابه لازما يكون والوالد والوالده حاصلين على مؤهل عالي. فاحنا مش فاهم هو قصده ايه من الشرط ده. هو يعني هو مع والده او والدته معاه ايه؟ اي حد يعني ماسك منصب كبير في مصر، هو والده والدته معاه ايه؟ مؤهل عالي قال خلاص مالكوش مكان عندنا في النيابه العامه. وصرح معالي المستشار محمد عيد محجوب في جريده الشروق، والمستشار صبري حامد اللي قعد دفعتنا برضه في جريده الشروق، ان الحاله الاجتماعيه والماديه ومؤهل الوالدين شروط جديده للاختيار. وقفتنا هنا النهارده موجهه توجيه مباشر للسيد رئيس الجمهوريه. احنا معانا قرار التعيين لسياده الرئيس محصن ضد السحب او التعديل او الغاء بمرور اكتر من 5 شهور، ومجلس القضاء الاعلى الجديد متعنت معانا. ما نعرفش هو متعنت معانا ليه، احنا مش في مواجهه مع القضاء. احنا بالعكس احنا بنحافظ على استقلال القضاء، وتدخل رئيس الجمهوريه لانصافنا والامضاء على قرار لا يمس استقلال القضاء باي طريقه.